مرحبا بكم في سي بي سي بنا، معكم شيف وجدي بركوس في مطبخ تونسي، في مطبخ زمني قديم بنين ساهل ما فيش حتى تعب. اليوم عملت سبيسيال علوش غلمي، باش نعمل شرب دويدة جارية بالعلوش، ولو فامو كيما نقولها لو بلا اللي في تونس وقت اللي بتهبط القناوية نعملو القناوية في تنبك السيف. القناوية حاجة بنينة برشا، اللي هي نقولولها القناوية المرساوية، خاطر القناوية متاع البلدية متاع جماعة كيما نقولوها من القاعة الخابية متاع تونس. باش نبداو توا بدويدة جارية وخلطوا عليها القناوية. اونتخو تان زادا عندي ان ديسير، اللي هو عملت ان ديسير ساهل برشا، كنافة في ميزون، معناتها على طريقتي انا، طريقها بنينة وسهلة، اللي يحب الكنافة راهو باش تعجبو وسهلة برشا. أول حاجة باش نبداو بها هي اللي باش نعملو الدويدة الجارية. الدويدة الجارية خذيت تروف علوش صغار كيما هكا، هذوما باش نزيد نقصهم صغار باش فيسا لا كويسون تاعهم فيسا التيب. باش نحطهم نحضرهم. دويدة جاري هذه بنينة سورتو في السيف ورمضان، فهمتني، خفيفة، معناتها لو غو نتاعو يبدا بنين برشا. نحضرلو اللحم، ما تاكلش برشا اللحم، معناتها ابوبري، معناتها طنجرة بور دي بيرسون، نقولو احنا نحطو ابوبري فما لي 200 غرام او ماكسيموم 300 غرام دو فيونت كمش اقل، معناتها تنجم انت تاخذ تعملها بال كيما نقولوا احنا بال لا فيوند افيك اللي بالعظم نتاعو. هوني قصينا اللحم، حط الطنجره نتاعي تغني فيها الزيت. هذه في السيف كي نعملوها ما نحطوش برشا طماطم معجونه، علاش؟ خاطر تجي خفيفه، ما تجيش معناتها فيها برشا طومات كونسونتري والكل، تجي خفيفه برشا. نجي نحط البصل شويه، مش برشا بصل، الثوم كيف كيف شويه ثوم، خليهم يتقليو مليح، ونرمي معاهم ورقتين رن. علاش رن؟ باش يسيب السافر نتاعو في الصوص. هوني الطنجره بدات باش تغلي، باش نحطو معاهم عندنا شويه طومات كونسونتري وشويه طومات فريش، مش برشا طومات فريش، نجم زاده ما نحطش فيها طومات فريش، معناتها الطماطم هذايا خذيت طماطم كعب ورحيتها. لهنا نرمي العلوش، ريحة بدات تطلع، مازلت ما فوحتش، مازلت ما عملتش، كان بصل وثوم وريقة ترن شوية علوش، وما نحكي لكمش الريحة اللي طالعة. ما زيد واحد صايم، معناتها يزيد يتبنن الريحة. نحب هكا في دزاير، هكا في ليزابارتمون تشم ريحة بنينة، يقولوا اه هذي يمكن نعملو بتاع الشيف وجدي ريحة مانيش مستانسين بها. في المشوي على صلصة تاع مقرونة تبدا طالعة في البلاص، معناتها اللي يبدا طالع مثلا دار يشم ريحة الصلصة تاع مطبوخ مقرونة يدوخ. هوني باش نزيد طماط، شوية طماط كونسونتري مش برشا، شوية هريسة زادة كيف كيف مش برشا، ونجي نفوح وفاح. مادام هو بالعلوش مانيش باش نحط برشا راس الحانوت، شويه برك، شويه في الاكحل، وشويه ملح. خلطهم مليح، تخليها تتقلى مليح الطماطم
Voilà. 2-3 مينوت تتقلى الطماطم ونصب لها الماء. على صدقوني طلعت ريحة ما نحكي لكمش. ونخليها نغطيها ونخليها تغلي على روحها سلة سلة حتى اللي تيب الحم بتاعنا بتاع العلوش. على نركبوا القناوية المرساوية. هذه قناوية مرساوية غيمان في السيف تونس كامل تاكلها. وتبدا القناويه تبدا جويده، سورتو تبدا القناويه جويده باهيه برشا. هنا نحط الزيت. على فكره القناويه راهي تحب اليدين، معناتها تحب معناتها بعد في البلا فيها فيه فيه الزيت وفيها برشا بصل زيت. لهنا خذيت العلوش دو ترونش تاع علوش باهين. شو مش نعمل؟ باش نحط شويه بصل يتقلى. سي لو ميم برينسيپ نتاع الدويد اما سي اوتر شوز. ثوم مش برشا خاطر القناويه ما تحبش الثوم. دوب بلاش قناويه. لهنا خذينا قناويه مصبره. في تونس عندنا القناويه حيه، نفخوها في الماء باش نحي العرابل، نحكوها شوي بسكينه نحي الحرف. اخر حاجه نرميوها في الطنجره نتاعنا. لهنا بدات تغلي، باش نحطوا الطروف العلوش ونبداو نحطوا طماطم ونفوحوها. طماطم معجونه كيف كيف، مانيش باش نحط برشا خاطر ما تجيش كو طوماتوز، خاطر عندي لهنا طماطم الخضره باش نحط معها. وباش نحط شوية هريسة عربي، خلطهم مليح ونفوح. فوح لهنا كيف كيف، شوية ملح شوية فلفل أكحل. دوب بلاش راس الحانوت، دوب بلاش. فوالا شوية فلفل أكحل. شوية ملح. تسمعوا في الطنجرة قاعدة تغني، أمورها واضحة شيخة، الريحة طالعة أنديليس. هوني الطماطم قليت، شو باش نعمل؟ باش نصب لها الطماطم الخضراء. حط لها الطماطم الخضراء نتاعها ونزيدها شويه ماء، مش برشا ماء خاطر خاطر الطماطم فيها الماء هذاك. علاش دوب من غمها وحاجتي بصوص، انا ما حاجتيش معناتها بحاجه جاريه برشا. هذاك علاش ما نحطلهاش برشا ماء، خلطها مليح ونخليها تيب افدو. كي قريب يتيب الحم نرمي فيها كعيبه بصل باش تعطينا منظر في الصحن، وكعبه طومات سوغيس كيف كيف باش تعطي المنظر بتاع الصوص نتاعنا. لهنا الصوص امورها واضحه، نغطي عليها ونخليها تغني على روحها شيخه. الريحه اللي بدينا بدات تطلع في الاستوديو، بدينا ندوخو برواح. توا باش نتعداو للكنافة. بالنسبة للكنافة عندي دو بريباراسيون باش نعملها. عندي الملسوقة اللي باش نقصها، وعندي الزبدة باش نذوبها. لهنا نذوب الزبدة. ملسوقة باش نخلي
زوز وراق مانيش باش نقصهم وباش نقص البقية اون بوتي مورسو. تشد لهنا الملصوقة ندورها نتويها وجي نقصها اون بوتي مورسو. كما هاك طريقة سهلة وباش نشيخكم السنة في رمضان بوكو دو روسيت اباز دو سومول وشوية فاكهة خاطر السميد بنين في المالح ولا في الحلو يعطي ان بون جو. تقريبا نكمل الملصوقة نفقد الزبدة هلا لهنا المسوقة قصيتها. اونتخو طون باش نحضر الكريمة متاعي. الزبدة ثابت باش نعمل الكريمة متاعي. الكريمة هي اباز دو لي دو سمول والموتزاريلا. علاش موتزاريلا؟ باش من بعد كي تاكلها تلقى الإلاستيسيتي متاع الكنافة متاعنا. روسيت سهلة برشا. نجي ونصب نص لتر حليب عليهم خمسة مغارف سمول فان ونحط نطيبهم. هذية باش نعوض بها الجبن متاع الكنافة معناتها ساعة ساعة ما نلقاوش لو فرماج تاع الكنافه اللي مسنسين يعملوا بها الكنافه الكل. لقيت الطريقه هذه سهله برشا وسادول لو ميم جو تاع الجبن نتاعنا. باش نقعدش ما نعملش القطايف وكل شيء شو باش نعمل بالاوراق الملصوقه. سي لو ميم برانسيب وناكل الكنافه ونشبع بالكنافه. هوني نحل نطيب العصيده عندي دويدة ما نحكي لكمش عليها اللي طالعة. القناوية قاعدة تيب سلة سلة في إيديمها أمورها واضحة. الكريمة قاعدة تيب اونتخو طون باش نحط نطيب زاده الشحور. الشحور كيما قلت لكم ديما الشحور نحطو صحفتين سكر صحفه ماء سينو تعمل صحفه سكر وشطر صحفه ماء وتخليه يغلي 10 مينوت. معناتها 10 مينوت كي يبدا هو ولا يفور ويغلي تحسب 10 مينوت وتسكر عليه. عصير قارص با بلوس كو سا باش يعطيك الكونسيستانس اللي حاشنا بها نتاع الكريمة نتاع الشحور نتاعنا. لهنا السميد قريب يطيب هي باش تتحسد كل عصيدة واللي باش يحلها هو من بعد الموتزاريلا. حتى نوصل للفان باهي حتى نو غاس بلو غران شوز. هلا
على لهنا الكريمه بتاعنا بدات تعقد. على قاعدة تيب مليح. السميد يحب تطيب، هذاك علاش كي يغلي تقعد ديما تحرك فيه مو توقفش. على لهنا السميد طاب يتوها يبدا كي الكريم باش نحطو لا فاموس موتزاريلا. موتزاريلا انا حطيت 300 غرام باش تعطيني بلوس دي لاستيسيتي. تنجمو تحطو نتوما حتى 200 غرام به. حطوا لها الموتزاريلا، خلطوها مليح، تفرجوا لقيتوها ريتو كيفاش يولي. تفرجوا ليس الاستيستي هذي اللي حاجتي بها انا، باش من بعد كي ناكل مورسو من الكنافة متاعنا يبدا يعمل هكا. ريتو يبدا يعمل هكا، تبدا انت خالت في جرت. وي الله غالب نشتهي برشا. تفرجوا الله مصنع على النبي. باهي توا نكملوا نحضروا بريباراسيون بتاعنا باش نحطوها او فور التيب. خذيت امولة تارت، شوية زبدة او ميليو، نحطوا شوية زبدة هوني باش نفتفت بيهم لي مورسو تاع المرسوقة. سامحوني كان شاهدكم فيها ووريتكم كيفاش الإلاستيسيتي تاع الجبن، أما تنجمو تجربوه. نحط ورقتي ملسوقة من اللوطة، خاطر أنا حاجتي بالجبن ما حاجتيش برشا ملسوقة. هذه باش نرميها توا. تفرجوا الجبن كيفاش يعمل. لهنا نستويها مليح، نجي نحط شوية مد زهر في وسطها، حتى من بعد ما الزهر باش نكمل نحطه في الشحور متاعي. والملسوقة اللي حليناها بيدي جي لهنا نفرشها على كبر البلا، تعطيني ديكوراسيون وتعطيني بنة. ما يحكي لكمش شنو هو اللي فيه والريحة اللي قاعدين نشمو فيها لهنا في الاستوديو. على غالب حتى اللي كادروا معاكم قاعدين يشموا ما نجموش ياكلوا كان بعد شكل فتر. هوني هذايا باش نبعثها الكوشة التيب 180 دوغري بوندون 20 غران ماكسيموم 20 مينيموم 15 مينوت دو كويسون. لهنا الشربة متاعي باش نمرقها ونرمي الدويدة. القناوية مازلت تيب شوية، مش نوريكم كيفاش نكملوا لي بلان تاعنا. اقعدوا معنا نرجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم تو بعد الفاصل. لهنا القناوية بدات تغلي أمورها واضحة. شو باش نعمل؟ باش نحط
كعبات طومات صغير اللي خذيتهم باش نرميهم في وسطها. عندي لهنا بصلة دينا ربعي كيف كيف باش تترمي في وسطها. ونرمي القناوية لازمكم تشوفوها الطنجرة كيفاش خرجت. لهنا القناوية ما فيهاش برشا روح، علاش؟ خاطر طايبة. هوني خذيت قرن فلفل أخضر حار، شقوا على اثنين مش حطوا معاه. أما بنت القناوية كي تبدأ قرن فلفل أحمر يبدأ منظره يعطي منظر بنين برشا في الصوص متاعي. نرمي الفلفل وخليها تغلي 3-4 دقائق 5 دقائق تحضر القناوية التيب. لهنا الشربة الدويدة الجارية كيف كيف. هوني نشوفوا اللي هي بدات تغلي، شو باش نعمل؟ باش نرمي لها الدويدة. بالنسبة للدويدة باش نرمي لها اون بتيت كونتيتي خاطر الدويدة تشرب، معناتها كي ترمي برشا دويدة شو باش تعمل؟ بتجيك ما ستوك تولي يابسة، وهي لازمها تكون جارية. ما ترميش برشا جو مثلا انا ريت الصحفة هذيا حطيتها مانيش باش نحط برشا، باش نحط اون بتيت كونتيتي. حط باش تخليها جارية، معناتها حطيت ابوبري اقل شوية من نص، اكثر شوية من نص، اقل شوية من نص صحفة، ونخلطها ونخليها تيب. كنافة قاعدة تيب في الكوشة، أمورها واضحة، ريحة بتاعها حسيلو تخلط استوديو، تخلط برشا روايح ما عادش يفهموا، من القناوية، من الدويدة الجارية، من الكنافة، من الجبن بتاع الكنافة اللي عامل مع تعمل بانيك هوني في الاستوديو خاطر صايمين وزادوا راهو جبن كيفاش حسيلو. هوني ناقص لنا كان باش نعملوا دغيساج نتاعنا، نخرجوا الكنافة نعملوا لها العطر نتاعها شحور، نخرجوه نعملوا دغيساج ونوريكم كيفاش خرجوا لي بلا. نرجعوا لكم بعد فاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما نحكي لكمش هذي باش نحكي عليها من بعد. الدويدة الجارية متاعنا حضرت ريتوها ما تجيش فيها برشا طومات، تجي جارية تحفونة كل بنينة برشا خفيفة بالعلوش والكل. بالنسبة للقناوية متاعنا المرساوية زايدة ريحتها اللهم صل، يعني بي مع قرين أحمر ولا قرين أخضر يبدأ حار في السيف والكل مع الطماطم الخضراء تدون أنه تخلقوا. وتوا نحكي لكم على الكنافة في ميزون ألوغ لا تخو فوغ، فهمتني؟ لهنا ملي كاتغور قالوا لي يا شيف ربي يهديك عملت هنا في رمضان كيفاش باش ناكلوها توا. ميساج مش مشكل تو نقسموها ومن بعد تلقى فترة تذوقوها الناس الكل. هذه رسات اعملوها وتفكروني راهي يعني بنينة برشا وسهلة برشا. كي قلت لكم راني باش نعمل لكم دي غوسات فاسي وما تتكلفش باهية، وعندنا توسكي في الدار ما تستحقش تشريها من برا. هذا كله مع المنيو بتاع اليوم. ان شاء الله عجبكم المنيو بتاع اليوم، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جايه ونقولكم شاي طيبه، وان شاء الله كما نقولوها صحه شبتكم بالمصبط. نقولكم في الامان.